الله الرحمن الرحيم. تم اليوم اللقاء مع عدد من أعزائنا من حوالي الشهداء الذين لديهم مشاكل متعددة. هناك مشاكل مختلفة، كل عائلة لديها مشكلتها الخاصة. حقيقة احنا خلال الفترة هذه توقفنا عن اللقاءات الجماعية بسبب جائحة كورونا، ويعني مقررات الصحة والسلامة الصادرة من الهيئة العليا لموضوع كورونا. ولكن هناك ضرورة أصبحت عندما يكون هناك حاجة ومشكلة لا يمكن حلها بطريقة طبيعية، أن سمحنا بحضور هذه العوائل والاستماع لهم واستماع إلى مشاكلهم، وتابعنا هذه المشاكل مع الدوائر ذات العلاقة بما يتعلق بدوائرنا بصراحة، لدوائرنا اللي مثلا في بغداد أو المحافظات الأخرى، واطلعنا على المشكلة وليش هذه المشكلة اللي حتى هذه اللحظة بعض المشاكل مثلا سنتين ثلاثة موجودة. ونتيجة المتابعة تم حل كل تقريبا المشاكل اللي شفناها عند هؤلاء الأعزاء. أملنا إن شاء الله أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة برفع هذه الجائحة، حتى نلتقي دائما مع عوائل الشهداء ونكون معهم لحل مشاكلهم والمعوقات التي يواجهونها. طبعا كما لاحظتم كل هذه العائلة يعني مشكلة تختلف عن المشكلة الأخرى تماما، وكل واحد إلى مشكلته الخاصة اللي هي تختلف عن المشكلة مع الآخرين، ويحتاج إلى استماع إلى هذه المشكلة. طبعا احنا نشكر بدورنا شؤون المواطنين، قسم شؤون المواطنين والخط الساخن لشؤون المواطنين بمتابعة مشاكل هذه العوائل، واللي كانت هي متابعتهم الحصيلة التي جمعت هذه العوائل والتي استمعنا إلى معاناتها ومشاكلها، وإن شاء الله استطعنا من حل جزء من هذه المشاكل، ونأمل أن نحل مشاكل المواطنين جميعا. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قام قسم شؤون المواطنين في مؤسسة الشهداء بتنظيم عملية المقابلات مع السيد رئيس المؤسسة، ليكون هناك اطلاع عن قرب على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه ذوي الشهداء. وبدوره وجه رئيس المؤسسة الدوائر والمديريات كافة لحل هذه المشاكل والمعوقات بأسرع وقت ممكن.